طبعا انا مش قادر والله اخش النادي النهارده، حاسس ان انا دخلت النادي اجبار بس عشان العزم مش اكتر، لكن هو الكابتن كان بيتمنى ايوه محمد الترسانه تطلع درجه اولى ممتاز، ونفسه انه يشوف الترسانه في الممتاز، و الحمد لله المجلس اطلق على ملعب الترسانه، اطلق عليه باسم الشاذلي، استاد الشاذلي، ومعالي الوزير هيعمل لنا ان شاء الله صاله في النادي برضه كحاجه من الوزاره وتكريم للكابتن باسم الكابتن ان شاء الله. واحنا بس طالبين من اتحاد الكوره ومعالي الوزير ان احنا نفسنا بس ان اي استاد يبقى باسم الكابتن كحاجه يعني تفضل خالده باسمه كده، بس هو ده اللي احنا طالبينه. طبعا هو كان برضه من امنياته ان الترسانه تطلع ممتاز، لان احنا كنا بنتفرج على الماتش هنا سوا، بعد ما خلصنا انا وصلته على البيت طول السكه في البيت، هو متضايق جدا وعمال يقول لي انا قلبي وجعني وانا مقهور ونفسي ان الترسانه تطلع ممتاز، واحنا تعادلنا وضيعنا بنتين مهمين ونفسي ان احنا كنا نكسب. فطبعا هو من جواه كان يعني متضايق جدا، ونفسه كنا احنا ان هو كنا نكسب يومها يوم مصر التأمين، وقعد يقول انا قلبي وجعني ومقهور. فسبحان الله حتى يعني وهو بيتوفى برضه يعني شاكر الترسانه، والترسانه في دمه والترسانه في قلبه وعقله وكل حاجه، الحمد لله رب العالمين. اخر وصيه اوصيها لك ايه؟ كان قال لي ان انا اعمل الصح بالنسبه لمجلس الاداره وما اخافش من اي حاجه، حتى لو هاجي عليه هو ذات نفسه، المهم ان انا اعمل الصح واللي في مصلحه النادي من غير ما اجي على حد. وقال لي اوعى تظلم حد واوعى تيجي على حد، وخليك دايما اعمل اللي انت تقدر عليه للنادي، اوعى تيجي على الترسانه. حسن ليه فريد طبعا هو كان صديق شخصي بالنسبه للكابتن، فهو كان قال انه هيعمل الكاس باسم الكابتن ان شاء الله باذن الله. اللي انا بس طالبه ان هو يتعمل الاستاد، سواء استاد القاهره بقى استاد اي استاد، يتعمل باسم الكابتن عشان بس يفضل الناس يعني فاكره. يلا شكرا.